466 عاماً على إعدام الأمير مصطفى. في مثل هذا اليوم أي 6 أكتوبر سنة 1553 تم إعدام الأمير في خيمة أبيه. هل خان أباه حقاً أم أنه كان ضحية لمؤامرة دنيئة؟ هذا ما سنجيب عنه في هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. رغم أن الباحثين أكدوا على وجود رسائل مرسلة من الأمير مصطفى إلى الشاه طمست، إلا أن هذا الأمر لا يعتبر دليلاً على خيانته، مع وجود رسالة أخرى وصلت إلى السلطان سليمان من مجهول موجودة حتى الآن في أرشيف الدولة العثمانية، تحدث فيها مرسلها عن تفاصيل مؤامرة تعرض لها الشهزادة وزور ختمه. وقد بدا واضحا أن رستم باشا وهورم سلطان سيفعلان كل شيء للحيلولة دون وصول مصطفى للعرش. فمثلا عندما هجم الجورجيون على أرض الروم طلب الشهزادة مساعدة من العاصمة ليردهم، لكن رستم باشا رفض ذلك حتى لا يظهر الأمير كبطل. وقد أكد كل المؤرخين والباحثين وحتى السفراء الأجانب على أن الشهزادة كان بريئاً، ولا يمكن أن يتفق كل هؤلاء إذا لم يكونوا عالمين بالأشخاص والأحداث التي عاصروها. كذلك فإن الأمير مصطفى كانت له كل القوة والنفوذ، وكان بإمكانه الاستيلاء على العرش متى أراد، خاصة مع علمه بالاتهام الخطير الموجه له. فلماذا يغامر بالمثول أمام أبيه وهو العازم على الانقلاب عليه؟ كل الجيش ورجال الدولة والشعب في صفه، فلماذا يلجأ إلى شاه الفرس؟ هل كان في حاجة إليه؟ كذلك فما هي هذه الصدفة العجيبة التي جعلت رد الشاه يصل إلى أيدي أعدائه لولا أنهم كانوا ينتظرون هذه الرسالة؟ أكد كل المؤرخين الذين عاصروه أنه كان مظلوما، وكتب السفراء إلى دولهم نفس الشيء، فهل سيكذب السفراء على مرسليهم؟ غير أن الظلم مرتعه عظيم، لولا ذلك لما ظل الناس إلى الآن يتحدثون عن براءته، وكأن التاريخ أبى إلا أن يستنصف للأمير عبر الزمان والمكان. لا يمكننا أيضا أن نتهم السلطان بالظلم، فقد نفذ في ولده قانون الدولة حسب الدلائل التي زيفت والشهود الذين زوروا. ولئن عوقب مصطفى بالموت فقد عوقب سليمان بنار أكلت فؤاده، تحدث عنها في قصائده. رحم الله الأمير مصطفى، ورحم أباه سليمان وأمه مهدي فران، وغفر الله لكل من ظلمه، فلقد أفضى الجميع إلى ربهم. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة.